Hey guys, with much peace and love, and I'm going to continue the video today. I'm going to talk about the topic of why you don't succeed. Why you don't succeed? Or why you still don't succeed? Or why معقث ولا علاش باقي ما كتقدرش تعدل ولا تحقق داكشي اللي باغي ولا تمشي لديك الفيزيو اللي باغي تعدلها ولا صافي تاخذ ديك القرار وتقول انا باغي نعدل واحد الحاجه في الفلانيه جبر وانا علاش باقي ما كتاخذوش هذا القرار علاش باقي الواحد ما كينجحش علاش الواحد باقي ضايع هذا الشيء هدايا نهضروا عليه في الفيديو هذا حيت كنظن المهم دابا نهضروا على هاد المواضيع هادوما حيت الاغلبيه بينا دابا بالخصوص كل شيء ضايع كاين بزاف ديال النشوة شنو تقدر تعدل كاين بزاف ديال الرغبات ديال كل واحد شنو باغي يعدل ولكن حتى شي واحد ما قادر ياخذ ديسيزيون حتى شي واحد ما قادر ينجح في داك الشيء اللي كيعدل وحتى ملي كياخذوا الخطوه ما كاينش واحد الاستمراريه ما كاينش بزاف ديال الحاجات غنهضر عليهم في هذا الفيديو هذا دونك غير قبل ما نبدا اي دابا كنت اول مره فهاد الشيء هادي هاد الشيء كتخصكم ما كيتعلق فاينانشالز اورجانيزيشن حيت انه في المانيا اللي كتاخذ جزء كبير ولكن الموضوع ديال اليوم داخل في داك التدبر ولا كنهضر معكم في شي المواضيع كنفتح الباب ديال النقاش هنايا عن طريق اليوتيوب وطبعا في انستغرام تقدروا تناقشوا اكثر ولا في الكومنت تقدروا تخليوا الاراء ديالكم شنو بان لكم في الموضوع وإذا كان كيعجبكم هذا النوع هذا ديال المواضيع ما تنساوش تعدلوا لايك كومنت وسبسكرايب وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يوصل لهم هذا المحتوى هذايا وحاجه اخرى انستغرام عيب هنايا عملوا فولو حيت تما فين كنبارطاج معكم فوقاش كنبوستي فوقاش ما كنبوست باي شي كنطلع معكم لايف كنجاوب على الاسئله ديالكم وكلشي دونك هذاك بالنسبه للانستغرام والحاجه الاخرى قبل ما ندوزوا للفيديو اليوم هو تفرجوا هذه الخدمه ديال المدن كونسلتنسي ديال التوجيه والارشاد اللي هي اصلا داخله في هذا الموضوع هذايا ديال علاش باقي ما كتنجحش ولا علاش باقي ما كتقدرش تاخذ ديسيزيون وتكمل في داك الشيء اللي باغي دونك تفرجوا الفيديو هذايا على كرجع سنين قبل كنت جالس في مطارك كنت جالس في تطوان كنقرا في لافاك باغي نجي لالمانيا ولكن ما عارف مين نبدا ومين نسال ما عرفتش فوقاش خصني ناخذ الرونديفو مع القنصليه الالمانيه في المغرب ما عرفتش واش نبدا ندفع حتى نشوف بار بي ان ولا من بعد ما نشوف بار بي ان ما عرفتش واش البي ان كافي ولا ما كافيش ما عرفتش شنو هي ستودين كوليك شنو هي الدارسها ما عرفتش من باركور نمشي فاش من فيليير نقرا واش نكمل في داكشي اللي كنقرا فيه في المغرب ولا نبدل بزاف ديال الاسئله اللي كانوا عندي في راسي والحمد لله من بعد 6 سنين انا جالس معكم ساكن في برلين حاليا ساليت الدراسه ديالي خدام بروجيكت مانجر وخديت الجنسيه الالمانيه والحمد لله هادشي هذايا حققته في هاد المده ديال 6 سنين وانا عايش هنا في المانيا وهادشي كامل اللي تعلمت في 6 سنين هادي جمعت العصاره ديالو والحمد لله باقي كنتعلم حاجه تختار وخرجت منهم واحد السيرفيس اللي سميته المدن كونسلتنسي اللي هي خدمه ديال استشاره والتوجيه من ناحيه ديال الطلبه ولا الناس اللي مهتمه بالهجره لالمانيا سواء دراسه عمل ولا اوس بيلدون كنخدم معك الدوسي ديالك باش تجي هنايا لالمانيا هادشي كامل كنقدر نعاونك فيه تقدروا تشوفوا الاراء ديال الطلبه اللي ديجا كنخدم معاهم وشي واحدين الحمد لله ديجا جاوا لالمانيا عيبانوا لكم هنايا والبروسيس كدوز سهله سهله وبزاف ما عليكم غير تكتبوا لي على انستغرام تما فين كتقولوا لي باللي نتوما مهتمين باش نخدم معكم الدوسي ديالكم ولا باش نوجه لكم ساعتك كنشرح لكم عن طريق واحد لابيل اللي كتكون فابور كنقول لكم كيفاش كدوز البروسيس وشنو هما لي زوفر اللي كاينين وقبل من هاد لابيل هادية كتعمروا واحد الكواشنير باش كناخذ لي زانفورماسيون ديالكم كنعرف البروفيل ديالكم وكنعرف كيفاش نوجه لكم بالطريق الصحيحه على حساب ديك الداتا اللي كتعمروها تما ولا ديك لي زانفورماسيون اللي كتعطيوني دونك ما عليكم غير تكتبوا لي ميساج على انستغرام وتما فين نقدروا نبداو الطريق ديالنا مع بعضنا ونشبر لك فيدباك ونمشي معك من أ حتى نزيد حتى توصل لالمانيا توصل كما شفتوا هذيك الخدمه ديال المدن كونسلتنسي ديال الارشاد والتوجيه اذا كنتم مهتمين كما قلت لكم كتبوا لي غير على الانستغرام وتما فين نقدر نوري لكم كيفاش كدوز البروسيس وكلشي دونك بلا ما نطول عليكم يلا ندوزو الفيديو اليوم ونشوفوا علاش انت باقي ما كننجحش سو هاسلرز يقدر الفيديو يكون شويه صعيب عليكم ولا كنبغي اي واحد اللي كيتفرج دابا على الفيديو هذا باغي يعرف علاش هو باقي ما كيحققش داكشي اللي باغي علاش باقي ما كيمشيش وما كيستمرش في داكشي علاش باقي تالف علاش باقي ياخذ شي ديسيزيون هادشي كامل هدايا كنهضر عليه في الفيديو هذا وكنبغي اي واحد ما جا لهذا الفيديو باش يتفرجوا هو في هذه السيتياسيون هذه ولكن انا كنهضر معكم ماشي بواحد الطريقه اللي قاصحه ولا عاقل لكم زعما انتم فاشلين ولا شي حاجه حيتاش ما كنبغيش شي واحد في الاخر الفشل هو ملي ما كتاخذش ساعات ديال القرار ولا ما كتكملش ولا كتبقى ما كتعاودش من الاول وبزاف ديال الحاجه
اما اذا كنتي كملين بينا عاد درنا شي الحاجات ممكن ما نلناش عليهم وبعض المرات كيكونوا طب الصح ماشي ديالنا وما عندناش الرزاق فيهم ولا ما it's simply it's not it doesn't belong to us. يعني واحد الحاجه اللي ماشي ديالنا خصنا نشوفوا الرزاق في موضع اخر ولا شنو ما كان. ولكن هذا الفيديو هذا غنهضر لكم عليه باش كل واحد يكون صريح مع راسو كما كيقولوا to have this hard look on the mirror, يعني باش تشوفوا ديك التشوفه في المرايا اذا كنا عطرش مو بالعربيه وتقول اه واش انا كنعدل لك الشيء اللي باغي, واش انا ماشي في هذا الشيء اللي باغي, واش شنو هما الاسباب اللي مخليهمش ينجح في هذه, شنو الاسباب اللي مخليهمش ينجح في هذه. واذا كنتم مهتمين بواحد الموضوع ديال فيكتيمايزيشن ولا دائما اللعب ديال دور الضحيه تفرجوا على الفيديو هذا هنايا باش تقدروا تعرفوا داك الناس اللي كانت دائما كتبقى تتصرف ولا كتلعب الدور ديال الضحيه على داك الشيء كيقولوا انا ما نجحتش ولا ما نجحت. دونك غنبداو دابا بالاسباب, والاسباب كاينين بزاف ولكن انا غنهضر على الاسباب الرئيسيه في النظر ديالي علاش الواحد ما كيقدرش ينجح. الحاجه الاولى وهي انتينا ما مركزش مع راسك, مركز مع الناس شنو كتعدل. يعني ملي كيبغي شي واحد يعدل شي حاجه, انا مثلا نعطيو مثال باغي تجي لالمانيا, ناخذو حنا غير باغي تجي لالمانيا, انت باغي تجي لالمانيا وتكمل الدراسه ديالك ولا العمل ديالك ولا شنو هكا, اذا كنتي مركز مع الناس ما تعدل حتى شي حاجه, حتى الدرجه اذا كنتي مركز مع الوالدين ديالك تقدر ما تعدل حتى شي حاجه. شي الوالدين ديالك يقدروا يكونوا متفقين معك, يقدروا ما يكونوش متفقين, يقدروا يكونوا كيوجهوك باش تقرا باش تمشي تخدم تما ماشي باش تمشي تقرا, يقدروا يكونوا عندهم الاراء ديالهم مختلفين عليك. الاصدقاء ديالك نفس الشيء, الناس اللي على السوشيال ميديا نفس الشيء, وطبعا دوك غير كل واحد وكيزيد اختار. دونك انت اذا كنتي مركز مع هاد الناس هادوما, ما عمرك غتاخذ ديك الديسيزيون, ما عمرك غتعرف شنو بصح باغي تعدل ولا تاخذ ديك الديسيزيون باش تنجح في داك الشيء اللي باغي. غتبقى دائما مركز على الناس اخرين شنو عدلوا كيفاش عدلوا داك الحاجه, وانت ما كتشوفش از ان انديفيدوال, حيت حنايا كاملين بينا راه كل واحد تخلقنا بوحدتنا, بالشخصيه ديالنا بالافكار ديالنا, عندنا شي حاجات كنتقاسموا مع ناس اخرين, ولكن كل واحد عنده الطريق ديالو, كل واحد عنده الباكوك ديالو. دونك الحاجه الاوليه وقف تركز على الناس اخرين, ركز على راسك شنو باغي وكيفاش باغي تعدل هادشي. الحاجه الثانيه وهي you don't take action and you are waiting for the perfect moment. انا باغي نهضر على هذا الموضوع هذا بفيديو كامل, هو سميت myth of perfection, يعني الخرافه ديال الكمال. كما كنقولوا كمال لله سبحانه وتعالى, حتى شي واحد فينا ما كامل, ما عمرك عاد تبدا في واحد الحاجه وعتكون بيرفكت, ما عمرك وعاد تجبر زعما ديك البيرفكت مومنت اللي عتقول اوكي انا دابا نقدر نعدل واحد جوج ثلاثه. everything comes with sacrifices, everything comes with learning. يعني اي حاجه كتجيب التضحيات واي حاجه كتجيب التعلم. شنو كنقصد بهذا الشيء هذايا؟ نعطيكم مثال, نهار اللي بديت انا هذا الشيء ديال اليوتيوب, اذا مشيت للفيديو الاول ما كانش عندي انا الكاميرا احسن كاميرا, ما كانش عندي احسن سكريبت, ما كنتش لابس عليه احسن لباس, ما كنتش كنبان جسدي ولا فيزيكلي احسن لوك, ما كانش عندي النولج الكامله, ما كنتش عارف كيفاش ندفع الفيديوهات بزاف باش يتفرجوا من الناس, وباقي لحد الان بزاف ديال الحاجات ما عرفهمش, باقي لحد الان I didn't reach the perfect point, وما كنظنش واحد نهار I will reach the perfect point. ولكن لو بقيت كنتسنى حتى تكون عندي الكاميرا مضخمه, نكون لابس عليها احسن لباس, نكون عندي الدار مزيونه نصور فيها, يكون عندي سكريبت مزيان, يكون عندي بزاف ديال المواضيع, يكون عندي بودجي باش نعدل بيد ماركتين, الا كنت عمري ما بديت. من بعد دابا عامين ولا عامين ونص تقريبا وانا في اليوتيوب, كنت غنكون باقي هاد المده هذه باقي ما بديتش, حتى حتى دابا باقي ما عنديش هاد الشيء هذا. ولكن ملي كنت بديت انا كان بديت وانا كنتعلم شي حاجه, وتعلمت شي بزاف ديال الحاجات في هاد عامين. نفس الشيء بزاف ديال البروجيات اخرين اللي عدلتهم مع راسي, ما عمري كنت في بيرفكت مومنت. حتى النهار اللي جيت لالمانيا ات وازنت بيرفكت, لو كنت كنتسنى حتى تجي لي شي منحه ولا حتى نكمل ليسونس ديالي في المغرب عاد كنجي ولا شي حاجه, كنت نقدر ما عمري جيت. وها هي دابا انا 7 سنين من بعد كنهضر معكم على واحد الديسيزيون اللي عدلتو قبل 7 سنين وما كانش بيرفكت, وها انا دابا هنايا. اذا بقيتو كتسناو بيرفكت مومنت ما عمرها عاد تجي. وإذا كنتو كتظنوا بلي ما تقدروش تضحيو بشي حاجه باش تاخذوا شي حاجه, دائما كتضحي بواحد الحاجه باش كتاخذ شي حاجه. حاجه اخرى واللي هي عندها علاقه بشنو سميتو بالفيزيون ستراكشر, انت الا باغي تبدا وبديتي وعملتي وبديتي كتيكزيكوتي, ولكن اذا ما كاينش عندك واحد ستراكشر ديال كيفاش باغي تعدل الحاجه, كيف ما قلت لكم قبيله ما تبقاوش مركزين مع الناس كيفاش كيعدلوا الحاجه, تشوفوا نتوما كيفاش باغي تعدلوا الحاجه. طبعا تقدروا تتعلموا من الناس اخرين, ولكن تشوفوا نتوما كيفاش باغي تعدلوا الحاجه. علموا راسكم, educate yourself, learn about how to do stuff.
يعني تعلموا كيفاش تعدلوا الحاجه، تعلموا كيفاش تانفيستيو في التعلم ديالكم، تعلموا كيفاش تعدلوا النيتورك مع الناس اخرين اللي يقدروا حتى هما يسبورتيكم، ماشي باش ياثروا عليكم سلبيا. هادو من الحاجات اللي خصك يكون عندك دائما واحد ستراكشر ديال كيفاش باغي تعدل واحد الحاجه، يكون عندك واحد فيزيون ديال كيفاش تعدل الحاجه. مع الاسف ما كاينش التوجيه وما كاينش الارشاد وما كاينش المينتورنشيب، كاين شي واحد اللي يشوف كيشوف بار بيدو كيمشي معاك، سواء في المغرب ولا في الدول ديالنا العربيه، وحتى هنا في المانيا ما كاينش بزاف، ولكن هنا الاوبورتونيتيز كاينين بزاف. ومن لما كتكون شي عندك واحد الارشاد ولا ما كاينش شي واحد اللي يشوف بار بيدك ويوري لك كيفاش تعدل الحاجات، كتبقى دائما في اللور اللور. دونك اللي كنبغي نقول لكم هنايا هو تكون عندك فيزيون، ومع ديك الفيزيون تكون عندك ستراكشر، يعني انت عندك واحد الجول ديالك فين باغي تمشي، ولكن واش عندك حتى شنو سميتو الطريقه كيفاش باغي تمشي تما. ماشي بالضروره تكون عاود بيرفكت، دائما بوان ثانيه كتكون كاينه، يعني ماشي بالضروره تكون عندك ديك بيرفكت ستراكشر، ولكن يكونوا بعدك عندك شي نقط على الحروف. الحاجه اخرى وهي الكونسيستنسي. شنو هي الكونسيستنسي؟ وهي استمراريه. اغلبيه فينا كيبداو بحاجه ما كيكملوش عليها، كتبدا مثلا تريدين ولا التجاره وما كتعرفش تكمل في هذا الموضوع هذا ولا في الدومين هذا، كتبدا يمكن اي كوميرس دروب شيبين وداك الشيء وما كتكملش فيه، كتبدا تتعلم الديزاين وما كتكملش فيه، كتبدا تتعلم الالمانيه ما كتكملش فيها، كتبدا تتعلم شي حاجه وما كتكملش فيها، ودائما كتبقى عقلك باللي انتينا غتجبر واحد الوقت غتوصل لديك الحاجه هذيك بلا ما تعدل كونسيستنسي ولا بلا ما تعدل استمراريه، وكتبقى دائما كتقول علاش انا ما نجحتش. النهار اللي كتقول ما نجحتش هو باللي كتكون عملتي واحد الحاجه خطه عمل وبقيتي شاطر عليها المينيموم مينيموم عام ولا عامين وعملتي داك الشيء كامل وباقي ما وصلتيش. انا النهار اللي كنت كنعدل معكم يوتيوب اول عام اللي نزلته كنت كنزل فيديو كل سيمانه، كل سيمانه كنزل لكم فيديو، كنبارطاج على فيسبوك، كنبارطاج على انستغرام، كنبارطاج على واتساب، موجدكم بالثامب نيل ديالو، بالسكريبت ديالو، بالتصوير ديالو، بالايديتين ديالو، كل سيمانه كنزل لكم فيديو في الوقت اللي كنت كنقرا وكنت كنخدم. استمراريه مهمه. اذا ما كنتش عدلت انا ديك الاستمراريه ما كنتش غنقدر نحكم على راسي واش نجحت ولا ما نجحتش. ملي كتمشي كتعدل لونطريمون في الجيم وكتبغي تنقص الوزن ديالك ولا تزيد في الوزن ديالك ولا تزيد في العضلات ديالك ولا شنو ما تقدرش توصل ديك البوان هذاك اذا كنتي ما كتخدمش على ديك الديتيلز ولا على ديك الاستمراريه في ديك الورك اوت ديالك ولا في ديك الدايت ديالك ولا شبرتي عام مينيموم ديال الانضباط، يعني الديسيبلين والاستمراريه. اذا بعد درتي داك الشيء ما تقدرش تقول واش انت الجسم ديالك هو اللي ما تجاوبش، واش انت كتعدل شي حاجه خطا ولا ما كتعدلش شي حاجه خطا، ولكن هو المشكل غير في الاستمراريه. انت ما استمريتيش، انت ما خليتيش راسك دوز واحد العام وتشوف شنو غيخرج لك الريزلت من بعد عام باش تعرف راسك واش كنتي كتعدل داك الشيء مزيان ولا ما كنتيش كتعدل داك الشيء مزيان. حاجه اخرى، حاولوا دائما تعملوا واحد الريفلكشن مع راسكم، شنو انا كنعدل الخطا. ملي قلت لكم انا ديك الاستمراريه، ديك الاستمراريه تقدر تكون عدلتيها عام، ولكن الريزولت ديال تود جوج ديال الناس يقدروا يكونوا مختلفين. يقدروا بجوج بينا مشينا للنادي، بجوج بينا كنمشيو خمسه المرات في السيمانه للجيم، بجوج بينا كنهبطوا للدايت ديالنا وكنعدلوا الورك اوت ديالنا. ولكن نقدر انا مثلا الورك اوت ديالي كنت كنعدلو بطريقه جد صحيحه، وانت الورك اوت ديالك ما بديتيش كتعدلو بطريقه جد صحيحه. يعني انا ملي كنت في النادي وكنترينر في النادي الرياضي وكنت كنعدل الورك اوت ديالي ولا الاكسرسايز ديالي، انا يمكن كنت كنعدلو بطريقه صحيحه جدا، انت يمكن كنتي ما كتعدلوش بطريقه صحيحه جدا. دونك من بعد عام ما تشوفش بلي غير انت لو انا عام وانا كنت كنخدم وما مجبرت والو، ما تعملوش الدور ديال الضحيه. شوف شنو عملتي خطا، حاول تتعلم عند الناس الاخرين شنو هما اللي عدلو احسن. It's a learning process. It's like learning by doing. يعني انت لما كتعدل ديك الحاجه رد البال شنو كتعدل مزيان وشنو ما كتعدلش مزيان. والبوان الاخر واللي هي مهمه ومهمه ومهمه بزاف، انا في النظر ديالي ما كاينش شي واحد اللي ما كياخذش ديسيزيون ولا ما كيقدرش ينجح اذا ما كانوش عنده هاد جوج الاسباب هادو، وهما السبب الاول الرغبه ديالك في النجاح بقى ماشي كبيره مقارنة بالوضع ديالك. انا واحد المرة شفت واحد الكفوت ولا شفت واحد المقولة وعجبتني بزاف، جبرت بلي 100% صحيحة. قال لك the change happens when your reality scares you. يعني التغيير كيبدا ملي كتكون الواقع ديالك كيخلعك. شنو كنقصد بالواقع ديالك كيخلعك؟ يعني تينا مثلا عايش في واحد الوضع ماشي مستقر ماديا، ما عندكش الدار مزيانة، عندك يمكن مشاكل صحية، وانت باقي ما وقفتيش ديك يمكن التدخين اللي ديك الكميه اللي كتكمل،
وباقي يمكن ما وقفتيش ما عرفت الكحول اذا كنتي كتشرب، وباقي ما وقفتيش الماكله ديال السكريات ولا شي حاجه، ولا باقي ما عملتيش الدايت صحيه، ولا باقي ما بديتيش كتعدل ديك الورك اوت، يعني بديتي كتمشي النادي وكتريض باش تعتني بالصحه ديالك، ولا باقي ما عملتيش شي بسميتو ديك البيزنس اللي دائما باغي تعدلو باش تبدا توفر من راسك الفلوس، اختار تعدل الفلوس تربي الريش كيف ما كيطول. اذا انتينا هاد الديسيزيون هادوما باقي ما عدلتيهمش، السبب يقدر يكون غير هو حيتاش الواقع ديالك باقي ما كيخلعكش، انت باقي ما كتشوفش راسك من بعد 5 سنين، اذا بقيتي ماشي في هاد الطريقه ديال عترزي الصحه ديالك وعترزي شنو سميتو الجيب ديالك. دونك اذا كان الواقع ديالك ما كيخلعكش ولا شنو عايجي لك في المستقبل ما كيخلعكش، على داكشي ما عتقدرش تيكزيكوتي هادشي هذا، انت باقي ما مستوعبش الكميه ديال الدامج اللي انت كتسبو لراسك. دائما كنقول واحد الهضره هذه، شوف حياتك من بعد 10 سنين كيفاش خاصها تكون كاينه، وشوف واش انتينا كتعدل الحاجه دابا في البريزنت اللي فيه في الواقع باش توصل داك الشيء اللي خصك في الفيوتشر. يعني الا كان خصك تكون مستقر ماديا وتكون بواحد الصحه مزيانه وتكون عندك واحد ما عرفتش واحد السوشيال ستاتس، يعني واحد الحاله اجتماعيه معينه، شوف واش كتعدل انتينا دابا هادشي هدايا اللي باش عيوصلك من بعد تاع 5 سنين ولا 10 سنين داك الموطع هذاك. وإذا كنتي ما عملتيش الاكشن باش توصل لذاك الشيء، كيف ما قلت لك الواقع ديالك باقي ما كيخلعكش، على ديك الشيء باقي ماشي مزيان، على ديك الشيء باقي ما كتبدلش من حالك. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وصل لاخر، عطيتكم شي ديال الحاجات اللي علاش ما كيخليوكش تنجح. كنتمنى تكونوا عرفتوا النقاط اللي بنظرت عليهم، تكون وصلتكم الفكره. اذا كنتوا كتشوفوا اسباب اخرى خليهم في الكومنت، كتبوا لي حتى على انستغرام اذا شنو بالكم في الفيديو، اصلا تما فين كنبارطاج الفيديو كنخرج فيديو جديد وكل شيء. دونك دوزوا الانستغرام عملوا فولو، اذا كان عندكم اسئله طبعا تما تقدروا تسالوها، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعطوا لايك كومنت وسبسكرايب وبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم باش يبقاو يوصلهم الجديد حتى تما يوصلكم الجديد. وكيف ما كنقول دائما حتى الفيديو اللي ماجي keep the grind keep the hustle.